المأمون البطائحي اللي كان وزير في عهد الخليفة السابع من خلفاء الدولة الفاطمية، الخليفة الأمر بأحكام الله. الدولة الفاطمية اتأسست في تونس سنة 909 ميلاديا، وبدأت رحلتها في مصر سنة 969 ميلاديا. مصر كانت حلم الفاطميين من اللحظة الأولى لتكوين دولتهم بسبب مكانتها التاريخية وموقعها المهم وإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية. واتبنت القاهرة الفاطمية كعاصمة للحكم، وحطوا أول حجر فيها مع أول ظهور لكوكب القاهر في مارس، واستمر حكمها لحد 1171. اتولد البطائحي فقير وكان بيشتغل في كذا وظيفة بأجور قليلة، لكنه اتعلم منهم مهارات البناء اللي ساعدته في انه يحقق انجازات معمارية كتير. البطائحي كان شخص محبوب بين الناس عشان كان دايما بيساعدهم وبيحسن ليهم. وبعد ما تعين وزير للدولة الفاطمية سنة 1121 بدأ يبرز موهبته في الوزارة، وبدأ في إصلاح منشآت الدولة من قصور وأماكن عامة وأماكن تانية كتير. الوزير المأمون البطائحي من الوزراء البارزين في تاريخ الدولة الفاطمية، وتولي منصب الوزير كان بمثابة سد للفراغ اللي سابه الوزير الأفضل ابن بدر الجمالي بعد اغتياله. وكان البطائحي يحظى بثقة الخليفة، وذكر عنه في التاريخ انه كان من ذوي الآراء السديدة والإلمام التام بتدابير الدولة. وبعد انتهاء الحرب الصليبية الأولى بفترة بسيطة، أمر الخليفة ببناء مسجد يخدم الحي وسكان القصر في نفس الوقت، فقرر أنه يبني المسجد في الزاوية الشمالية الشرقية لقصر الخليفة. ولكن بسبب قرب المسجد من القصر، قرر البطائحي أنه ما يبنيش مأذنة للمسجد عشان يمنع أي حد أنه يتسلق عليها ويبص على قصر الخليفة. المكان اللي بنى المسجد ده فيه كان واحد من أديرة المسيحيين اللي تسمت ببئر العظام، وتسمى كده عشان موجود فيه بقايا عظام لقوم يقال ان هم من الحواريين. وبكده يعتبر الجامع ده شاهد على احداث اهل مصر من مسلمين ومسيحيين. اتسمى المسجد بالاخمر عشان سببين: الاول ان لون الحجارة اللي بنى بيها كانت تشبه جدا لون القمر، والتاني ان الفاطميين كانوا بيسموا مساجدهم باسماء منيرة زي الانور والازهر والاقمر. المسجد في الاول ما كانش جامع، انما كان مسجد للصلاة بس، ما كانش بتقام فيه خطب الجمعة الا في شهر رمضان. المسجد ده بالذات مميز عن غيره في حاجات كتير، زي انه من المساجد المعلقة القليلة جدا في مصر، وهو المسجد الوحيد المعلق في الدولة الفاطمية. وكمان اتميز عن اي مسجد غيره بواجهته اللي ليها زخارف ونقوش تقدر تلفت اي حد، فهو كان اول مسجد في مصر يتبني بالاسلوب الهندسي المختلف ده. اهتموا الفاطميين بالمدخل بشكل خاص، لانه كان في اعتقادهم ان سيدنا علي رضي الله عنه هو الباب اللي لما اتفتح اكتملت سورة الاسلام، عشان كده ميزوا البوابة وبرزوها. كمان ميزوا البوابة بعقد كبير في نصه دايرة مكتوب عليها اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي رضي الله عنه. وحوالين الدائرة دي في ثلاث حلقات منقوش على الحلقة الوسطى فيهم آية من القرآن مكتوبة بالخط الكوفي، فكانت الدوائر دي كأنها الشمس اللي مستوحاة من قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا
شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. واعتقد الفاطميين أن علي هو نور الله، وفي كمان أشعة خارجة من الدوائر عشان تأكد أكتر على فكرة الشمس والنور. وطبعا مش هننسى أن البطائحي دون اسمه جنب اسم الخليفة على وجهة المسجد. كمان استخدم البطائحي فكرة المقرنصات على جانبين الباب، ودي كانت تاني مرة تستخدم المقرنصات بعد ما أذنت جميع الجيوشي، وبعدها استخدموها في باقي جوامع مصر. أما بالنسبة للوجهة استخدم فيها البطائحي رموز بتدل على معتقدات الفاطميين زي فكرة الباب، فكان في نقوش على شكل باب مقفول وباب مفتوح، وبتعبر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي رضي الله عنه. كمان في نقوش لمزهرية خارج منها زهرتين بتعبر عن الحسن والحسين رضي الله عنه. لما جه البطائحي يصمم المسجد واجهته مشاكل كتير، كان أهمها إن الشارع مش موازي لجدار القبلة، فقرر إنه يكسر الوجهة شوية بحيث تمشي مع الشارع، ونتيجة الكسرة دي اتكون له 3 غرف صغيرة في المدخل، غرفة على اليمين واتنين على الشمال. المسجد عبارة عن مستطيل مساحته حوالي 500 متر مربع، في نصه صحن مربع صغير مكشوف مساحته حوالي 100 متر مربع، وحوالين الصحن 4 ايوانات اكبرهم ايوان القبلة اللي بيحتوي على 3 اروقة، اما باقي الايوانات بتحتوي على رواق واحد بس. شكل الاروقة دي بتتمثل في عقود، كل عقد منها محمل على اعمدة رخام راجعة للعصر الروماني، اما الاعمدة اللي في اركان الصحن اكتاف مربعة. وزين البطائح الصحن بعقود محدبة، ودي ما ظهرتش في مصر الا في اواخر العصر الفاطمي، وكانت العقود دي متحلية بالكتابة الكوفية الجميلة. اما سقف الايوانات الثلاثة عبارة عن قباب ضحلة ارتفاعها بسيط، وده من العناصر الجديدة اللي بينت تطور تغطية الاروقة في جوامع القاهرة. اختلف عنهم ايوان القبلة اللي سقفه مستوي مصنوع من الخشب. المسجد ده اتعمل فيه تفاصيل كتير خلت اللي يشوفه ينبهر، مش بس في شكله الخارجي ولكن ينبهر اكتر لما يفهم معاني التفاصيل اللي فيه. وبالرغم من ان البطائحي استغل ثقة الخليفة بيه وحاول ان تكون مفاصل الدولة في قبضته وسعى للانفراد بالحكم، وده طبعا غير طبيعة علاقته مع الخليفة اللي أمر بإعدامه بعد بناء الجامع بثلاث سنين، إلا إنه ساب لنا أثر يتحكي عنه بكل فخر واعتزاز، أثر خلد اسمه في التاريخ، أثر يفتخر بكل تفصيلة من تفاصيله اللي بترمز لمعاني وجدانية كتير.